السلام عليكم البنات نتمنى من الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير بالنسبه للمقادير ديال هاد السيجار هذا غنبداو بالحشوه هي الاولى على بركه الله بسم الله غادي ديال نديرو في المقله زيت الزيتون او زيت النباتيه لكم الاختيار غندير واحد ثلاثه البصلات كبار مشلضين وغنزيد عليهم واحد جوج فصوص ديال الثوم ديال الثومه محكوكين من الاحسن نوجدو الحشوه هي الاولى باش تبرد لينا وغادي نحركو حتى تطيح لينا البصله غيدخل شويه ديال الطياب وغادي نزيدو المهم انا درت هنا ميتين غرام ديال الكفته ديال البقري غنزيد عليها شويه ديال القزبر وغادي نزيدو التوابل عدنا الملح وعندنا معلقه صغيره ديال الخرقوم عرق وراس معلقه ديال سكينجبير وراس معلقه ديال و ونص معلقه صغيره ديال التحميره معلقه صغيره اللي عبرت فيها التوابل البنات وبالنسبه للملح كيبقى كي على حسب الذوق نكون كنخلطوا العناصر كلها المهم هنا البنات اللي كثرها طابت لينا هي والبصله هنا البنات زدت عليهم آه زدت عليها الفيرميسيل الفيرميسيل آه اللي درتها غير في المبارد ما درتهاش في المطيب باش ما تعجنش ليا المهم درتها تقريبا شي ربع ساعه وهي مرقده في بارد وصفيتها وقطعتها كما يعني معروف قطعتها بالمقص صافي وضفتها على الحشوه وهنا البنات زدت واحد جوج معالق صغار ديال صلصه الصوجه اختياريه ماشي ضروري صافي وكنحرك العناصر مجموعين صافي وكنطفي على البوطه وكنخليوها على جنب تبرد لينا الحشوه ديالنا البنات غندوزو المقادير ديال العجينه غنحتاجو كاس ديال العنبه ديال الفينو وثلاثه الكيسان ديال الدقيق الابيض العبار دائما بكاس العنبه وهذا هو الكاس الثالثه البنات المهم اربعه الكيسان عندنا ديال العنبه ثلاثه ديال الدقيق الابيض وواحد ديال الفينو يكونوا نوعيه جيده زدنا عليهم زدنا على الدقيق الملح حسب الذوق وغادي نزيد واحد الكيس ديال الخماره ديال الحلوه من فئه 8 غرام صافي وغادي نعجن بالماء بارد البنات ما ما والو هذا ما بارد ديال الروبيني المهم البنات انا جمعت العجينه هكا يعني ما تكونش قاصحه وما تكونش جاريه شويه تكون جامعة راسها كما كتشوفوا معايا في الفيديو صافي وغادي ندلكها مزيان البنات وما كنبقاش نهائيا انا كنجمع العجينه المره الاولى بالماء صافي ما كنبقاش كان يعني كنشوف داك القوام اللي بغيت صافي ما كنبقاش نزيد الماء وكنبقى غير كندلك فيها من بعد ما كنزيدش نهائيا الماء صافي وغنبقى هكا ندلك فيها بكفوف يديا صافي حتى نحصل على واحد العجين يكون لين ويكون مدلوك مزيان انا يعني البنات من بعد ما دلكتها مزيان كما كتشوفوا معايا غنديرها في هذا الكيس بلاستيكي يكون نقي صافي وغادي نخليها ترتاح تقريبا واحد عشر دقائق مهم البنات من بعد ما ارتاحت لينا العجينه دازت تقريبا واحد عشرة دقائق راه ارتاحت مزيان كما كتشوفوا معايا غادي نقسمها البنات على ربعه ديال المسمنات غندير ربعه غادي نعبرهم باش يجيوني كلهم تقاده وحده المهم كل كره البنات درت فيها تقريبا 191 المهم 190 غرام هكا ديروا في الوحده المهم هنا درت 191 كلهم بحال بحال صافي كنشكلهم كنكورهم كويرات كما كتشوفوا غناخذ هاد الصينيه فين غنحطهم غندير فيها شويه ديال الزيت النباتيه صافي البنات وغادي ندهنهم شويه ديال الزيت النباتيه صافي وغادي نغطيهم بغطاء بلاستيكي ونخليهم يرتاحوا باش من اللي مغاو نورقوهم يجيونا ساهلين ونخليهم يرتاحوا ثاني شي عشرة دقائق مهم البنات ملي يرتاحوا لينا المسمنات ديالنا غادي نورقوهم مزيان ضروري ندهنو الرخامه ب يعني البلاصه اللي غادي نكرصو فيها ندهنوها بالزيت النباتيه ونقرصوهم مزيان نورقوها مزيان غادي نورق انا غير بالزيت النباتيه وغادي نرش ب بالدقيق الابيض بالدقيق الابيض ما كيجيش المذاق خايب بحال النشا ملي كنورقو بالنشا كيجي واحد المهم كيجي المذاق باين راه ديال النشا اما الدقيق ما كيجيش نهائيا ما كتعرفوش كاع شنو فيه فاش ممرق المهم كما كتشوفوا معايا عجينه مرتاحه شوفوا كيفاش كتجبدها ما كتقطع ما والو الصراحه وحتى العجينه ملي كتكون مدلوكه مزيان راه ما كتقطعش لكم في في التوراق ملي كنكونوا نورقوا فيها يعني كنخدمو بها كيف ما بغينا صافي غادي نرش الرش... آه شويه ديال الدقيق الابيض صافي غادي نشكلها على شكل مسمنه غادي نعاود ثاني ندير شويه ديال الزيت حيت هو باش كنورق ما درتش الزبده الخط البنات وغادي نحطها على جنب ونكمل بنفس الطريقه حتى نكمل الكميه اللي باقا عندي المهم البنات هنا من بعد ما كملت وبديت بالمسمنه الاولى اللي اللي شكلت راها ارتاحت كيف ما كتشوفوا معايا بكل سهوله يعني كنقرصها العجينه راه مدلوكه كم مزيان كما كتشوفوا كلها فقاعات صافي ملي كنقرصوها مزيان مزيان الجوانب باش ما شغلات. غلاط صافي الحشوه على هذا الشكل هذا صافي وكنبدا في العجينه مهم كيف ما كيبان لكم في فلا فيديو صافي وكنلوي هنا كل كل حربول غنخرج منه 3 ديال السجارات يعني مسمنه كتخرج لينا سته وهاد النص هذا حتى هو غندير ليه نفس الطريقه ودائما البنات بالنسبه للحشوه دائما قسموها دائما عارفوش شحال عندكم ديال المسمن وقسموها باش باش تجيكم عبر واحد باش ما تشيش لكم الحشوه ولا ما يشيتش لكم المسمن خاوي دائما قسمونا كندير هكا دائما كنا كنقسم كيجي كل شيء هو هذاك صافي وكنجمع ثاني هاد الحرب 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 والهذا المهم صافي وكنلوى البنات وكنحط حتى نكمل آه المسمنات اللي باقين ونرجع معكم المهم البنات هنا ملي كملت هنا عندي البنات بيضه كامله مع واحد آه معلقه صغيره ديال الصوجه ديال صلصه الصوجه ومعلقه صغيره ديال الزيت النباتيه صراحه كيجيو كي مقرمشين صافي وكندهن ممكن ديروا غير نص بيضه البنات راه تقدكم يعني في هذا العبار هذا اللي اللي درت انا اليوم انا رشات لي البيض صافي البنات ملي دهنتهم كنزينهم ب بالخشخاش او بودر بابو صافي البنات وغادي نقطعهم بالموس ولكن ما غاديش نقطعهم حتى لتحت غير من الفوق ما نهبطش الموس حتى لتحت يعني السيجار كله غادي نقطعو لا غير من الفوق حتى كيطيبو عاد باش كنكمل ليهم التقطيعه ديالهم شفتو صافي غير من الفوق صافي البنات هنا مقطعتهم وفي نفس الوقت الفران راه كيسخن غادي ندخلهم الفران خاص يكون نار مهيله البنات والعافيه تكون تحت منهم غير يبداو يتحمروا لينا من الجناب صافي ونهبطوهم باش يتحمروا لينا من الفوق والنار تكون مهيله نتمنى على فيديو يعجبكم وبالصحه والراحه